الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في بغداد بذريعة التخفيف عن كاهل الشعب جراء ارتفاع الأسعار لن تجدي نفعا، حيث ستستمر نسبة الفقر بالارتفاع. وقال الخبراء إن إجراءات الحكومة لخفض أسعار مجرد هالة إعلامية لم تغير من الواقع شيئا، حيث ما زالت الأسعار مرتفعة ولم يحدث انخفاض ملموس. وأضافوا أن العالم يتأقلم مع المتغيرات، خصوصا ما يتعلق بالأمن الغذائي، لكن المشكلة الأساسية في العراق تكمن في عدم وجود إرادة حقيقية للصناعة وتغطية الاحتياج المحلي، ما يجعل الجميع يعتمد على الاستيراد في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعا في سعر صرف الدولار بسبب القرار الحكومي الذي أضر بالشعب كثيرا. أكد خبراء في مجال النفط أن الجهات الحكومية لا تستطيع السيطرة على عمليات تهريب وبيع البنزين بالسوق السوداء في العراق. وأضاف الخبراء أن الفساد الحكومي وعمليات التهريب تحول دون إمداد الكثير من المحافظات بالوقود اللازم، وهو ما يتسبب بانتظار طوابير طويلة من السيارات أمام المحطات دون الحصول على الوقود، مشيرين إلى وجود جهات تهرب البنزين من أجل بيعه في السوق السوداء. قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أونكونجو إيبولا إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالعالم بسبب الحرب في أوكرانيا ينذر بأعمال شغب من قبل الجياع في البلدان الفقيرة. وأضافت رئيسة منظمة التجارة العالمية أن الغذاء والوقود يعتبران عنصرين مهمين في سلة التسوق للفقراء حول العالم، حيث ستكون الدول الفقيرة والفقراء الأكثر معاناة. وأشارت إلى أن 35 دولة أفريقية تعتمد على الإمدادات الغذائية من منطقة البحر الأسود، ويجب التفكير في كيفية تخفيف عواقب هذه الحرب وعدم امتداد كوارثها إلى بلدان أخرى. قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حضر قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل وعد بتقديم ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا هذا العام، أكثر مما كان مقررا من قبل. وقالت وكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي يسعى بسرعة لكبح اعتماده على الغاز الطبيعي المسال القادم من روسيا. ودفعت الحرب التي شنتها روسيا أكبر مورد للغاز في أوروبا على أوكرانيا أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل إلى مستويات قياسية، ما حمل الاتحاد الأوروبي على التعهد بخفض استخدام الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام من خلال زيادة الواردات من البلدان الأخرى والتوسع في الطاقة المتجددة. قالت نقابة عمال البناء الإيرانية إن الأسعار في البلاد ارتفعت من 5 إلى 10 أضعاف منذ عام 2018، ما أدى إلى إفقار عشرات الملايين واتساع فجوات الدخل. وذكر رئيس نقابات عمال البناء أكبر شوكة أن التضخم التراكمي في صناعة البناء بلغ 700%، بينما ارتفعت أجور العمال بمقدار الضعف. وأضاف أنه في حين أن كل متر مربع من تشييد المباني كان يكلف 10 ملايين ريال إيراني قبل 3 سنوات، فإن التكلفة الآن تتراوح بين 70 و80 مليونا. وبحسب وكالة إيران فإن الإحصائيات تظهر بوضوح تأثير عقوبات الضغط الأقصى التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي. والآن لمعرفة صرف أسعار العملات الأجنبية والمعادن.
ختام موجز بأمان الله.